ناقشنا في مقواعدنا، انتهينا النهارده بقرار الامانه العامه مرسل فيها كل المحافظات ان هنأيد وهنساند الرئيس عبد الفتاح السيسي. الاحزاب اللي ما قدمتش ربما يكون زينا اختياراتها انها هتساند الرئيس عبد الفتاح السيسي او انها عاجزه انها تقدم مرشح. الامر الثاني ان انا اعتقد يعني ان الاختيار هنا ما هوش اختيار اضطرار، يعني لا يوجد الا عبد الفتاح السيسي. لا، الدستور بيقول ان لو حتى مرشح وحيد الانتخابات تجرى ويجب ان يحقق المرشح الوحيد 5% من اصوات الناخبين المقيدين. فما فيش مأزق من اي نوع. اللي حاولوا يعملوا لنا مأزق بقى بان هم يترشحوا وبعدين يقولوا ان في تضييق علينا فانسحبنا، انا ما اعتقدش ان هو اصلا كان عندهم نيه الترشح، وان هو الانسحاب كان مبيت من الاول. وسواء كان يا استاذ سيد، انا اسمح لي اسالك اسئله مباشره وبتدور في ذهن الناس وارجو انك تتحملني حتى بحكم الصداقه. يعني هل موقف حزب التجمع كان نابعا من قناعه فيما قدمه الرئيس وسيقدمه، ام عجزا عن وجود مرشح واجتياز الاختبارات او اجتياز الاجراءات اللازمه؟ ده اول سؤال. اولا ان احنا يبقى عندنا مرشح ونجيب له ال 25,000 توكيل، يبقى لازم عندنا كمان رؤيه برنامجيه لم تتحقق او لن تتحقق في وجود الرئيس السيسي. احنا اولويات برنامجنا دلوقتي، حركتنا النهارده هي القضايا الوطنيه، الحفاظ على سلامه الوطن، دوله، تقويه مؤسسات الدوله، شعب، وحده الشعب، في مواجهه مخطط يعيد انتاج نفسه كل فتره. نجح الرئيس السيسي ملتف حوالين الشعب المصري في التصدي لهذا المخطط واستعاد لمصر هيبتها الاقليميه والدوليه، ولم يخضع لاي ضغوط سواء سياسيه او امنيه بمحاوله اختراق حدودنا من الشرق والغرب والجنوب بالارهاب. طب هذا الرجل انا ابذل ضده ليه؟ ده انا قضيتي دلوقتي كحزب تجمع انا عايز وطن احقق فيه نهضه اقتصاديه وصناعه وزراعه، بالاضافه لان انا اخش في قضايا العداله الاجتماعيه اللي هي توزيع عائد هذه النهضه الاقتصاديه. طب فين الوطن بقى اذا كان هو مهدد؟ فانا نمره واحده. طيب السؤال الثاني، الرئيس السيسي في الحفاظ على الوطن. طيب